أعزائي المشاهدين ومشاهدين قناة ساحل تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شخصية بلادي. اليوم ضيفنا العزيز الغالي الكريم شخصية مش عادية، شخصية ونحن في المسرح البلدي عندها علاقة حميمية مع المسرح البلدي، مع تاريخ المسرح بسوسة وبتونس بصفة عامة، ومع المسيرة المسرحية في سوسة منذ نجم نقول الخمسينات الستينات إلى يومنا هذا. ضيفنا العزيز الفنان رجل المسرح والتلفزيون مراد كروت. سي مراد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. هل من انطلاقة من المسرح البلدي هذا يا سي مراد اللي تأسس 12 أفريل 1908 بمسرحية صلاح الدين الأيوبي للفنان المصري للجوق المصري لسليمان القرداحي، إذن من المخيلة متاعك نحب نرحل معاك انطلاقا مع الذاكرة هذه من المسرح الموجود مع عام 1908 إلى أن اكتشفت المسرح البلدي والشخصيات اللي تعاملت معاهم، وتبدأ بشوية بشوية ندخل في المسيرة. وعندي أسئلة من الحين لآخر، خذ راحتك سي مراد، أطلق العنان إلى خيالك إلى الذاكرة متاعك، تفضل. شكرا. الواقع أنه المسرح البلدي تربطني به علاقة كبيرة وطيدة من بداية النشاط متاعي في مدينة سوسة في الستينات. أنا جيت لسوسة عام 65 أثر تحصلي على دبلوم الفن المسرحي من تونس، وبشرت العمل المسرحي مع معاهد سوسة وبعض الفرق المسرحية الجهوية كما البعث المسرحي في جمال، في مساكن، في قصر هلال إلى آخره، تقريبا مسيت الساحل كله. ولكن أساسا النشاط ارتكز في كل وقت هذاك على زوز جهات، الأولى الاتحاد المسرحي بسوسة وكان يديرها المرحوم سي حمادي المطاحن، يعني هذا في الستينات يعني 65 اللي أنا حضرت، ثم من الاتحاد المسرحي من البداية كنت معناها نقعد بحذاه نتفرج نشوف، يعني كانت مجموعة كبيرة ياسر، كان حتى المرحوم عبد الحفيظ بوراوي يساهم معهم في النشاط الليلي اللي قاعدين يخدموا فيه مع مجموعة كبيرة اللي توفاهم الله واللي مسالوا حيين. والحقيقة جمعية الاتحاد المسرحي كانت نوارة متاع المسرح في سوسة. مع الأسف الشديد أنا الآن لا ذكرى ولا وجود لها إلا في التاريخ. ومن الاتحاد المسرحي كانت الفرقة القارة للتمثيل بإدارة الأستاذ محمد زرقاتي. بين قوسين سي محمد زرقاتي هو راو أستاذي الأول في المسرح، حيث غرت أكتوبر 1962 تلقيت أول درس في المسرح عنده هو بالمعهد الوطني للتمثيل والموسيقى والرقص بنهزركون في تونس. ومن غديك توضت العلاقة بيني وبينه، كان يحبني ياسر، كان مغروم بي لأني كنت جاد في العمل متاعي، أني كنت نحب المهنة وكنت أستجيب لتعليماته الصارمة دائما. فقريت عنده سنوات وتحصلت على الدبلوم بتاعي. وقت اللي جيت لسوسة لقيته في المعهد التقني، المعهد الفني بسوسة اللي أنا قريت فيه أيضا، نشط فيه المسرح لمدة سنة وقدمت فيه بعض أعمال. وكان سي محمد زرقاتي هو سند متاعي، أنا كنت أستشيره في كل الأعمال. حتى بعد استدعاني الفرقة القارة، خدمت معاه شمس النهار، سلطان الحائر، موتى بلا قبور.
سوسة لهنا فما سر غريب جدا حتى علي أنا، وفما حتى شيء نوصلوه لمستوى كبير ثم يفشل. ما فماش تفكير جذري وعميق في مستقبل البلاد هذه. كان الشيء اللي يتعمل لنجح هذاك هو، ما فماش تفكير في المستقبل. ولذا شوف أنا عندي 50 سنة مصر، منهم على الأقل 45 سنة في سوسة. يعني كنت نغادر سوسة سنة ثم نرجع لها مرة أخرى، وأنا كي جيت عام 65 على أساس باش نعدي عوايم برك ثم أعود إلى تونس العاصمة، لأن كان الطموح متاعي والمقصد هو دخول فرقة مدينة تونس والعمل مع المرحوم الفنان الكبير علي بن عياد. ولكن وقت اللي جيت لسوسة العام الأولاني استهواني الجو. سوسة جنب بلاد جميلة برشا، ما كانش فيها برشا سكان كما توا، كان فما شيء من الرخاء، كان نجم الإنسان يعيش فيها معناها مرتاح. لقيت أصدقاء وأحباب والمجال كان مفتوح باش ننجح. ولكن للأسف الجو هو اللي خلاني نشد لهنا على حساب العمل والاجتهاد. سوسة مش متاع خدمة متاع فن، سوسة بلاد اقتصادية، بلاد سياسية، ناس يخدموا حبوا يوصلوا لمناصب أخرى، والفن هو مرحلة ثالثة أو رابعة. وذاك علاش نشعر بروحي مندمتش، ولكن نقول يا ليتني ما قعدت في سوسة السنوات الكل. يعني لو كان من العام الأولاني واتتني ظروف وانتقلت إلى مكان آخر، كان يكون عندي وضع غير الوضع الذي أنا فيه. مش ما نجحتش، نجحت نجاح كبير. الدليل أنه في البريود هذه الكل اللي تعديت أخرجت أكثر من 62 مسرحية. إذن هكذا أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ساحل تي في، شفتوا قداش الحوار مشوق مع رجل يعني من مؤسسين، ما نحبش نقول من قدماء، من مفكرين، فنان حساس مفكر له مسيرة، له معناها إبداعات، عشرة وناس من كبار القوم في المسرح. إن شاء الله يا رب تعطينا الفرصة القناة أن نزيد مع أكثر من حصة، وباش نزيد من خلاله هو نكتشف مشاكل المسرح في تونس الهاوي، ومسرح المدرسي، ومسرح الاحتراف، والدعم، والقوانين، وإلى غير ذلك من المواضيع الهامة. إذن شكرا لكم. من المسرح البلدي حدثكم طارق زرقاتي بمعية الضيف العزيز الكريم الفنان مراد كروت.